فاللهم يا ربنا لا تجعله آخر اللقاء. Jangan jadikan malam ini adalah malam pertemuan terakhir kita ya Allah. اللهم إذا غابت الأشباح فاجعل الأرواح موصولة. Ya Allah, meskipun badan tidak bertemu, semoga jiwa-jiwa kita, ruh kita selalu bersama bertemu ya Allah. واجعل قلوبنا متصلة. Jadikan hati kita selalu tersambung bersama-sama ya Allah. واجعلنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Jadikan kita ya Allah bagaikan satu jasad yang apabila ada yang mengeluh merasa sakit maka semuanya akan merasa sakit bersama-sama. ووفقنا يا ربنا أن نحمل هذا العلم الشريف. Ya Allah berikan kami taufik kemudahan untuk membawa memikul amanah ilmu yang mulia ini. لمن بعدنا. Untuk generasi setelah kami ya Allah. بصورة لافتة للنظر. Dengan cara yang menarik perhatian mereka ya Allah. تريد عبادة الله. Mengharapkan ibadah kepada Allah. وعمارة الأرض. Memakmurkan bumi ini. وتزكية النفس. Begitupun juga menyucikan jiwa raga ini. اللهم يا ربنا لا تقمنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا. Jangan keluarkan kami dari majlis. اللهم هب مسيئنا لمحسننا. آمين. واغفر لنا جملة واحدة. آمين. ثم أدخلنا الجنة من غير حساب. آمين. ولا سابقة عقاب ولا عتاب. آمين. فنحن في حاجة إلى رحمتك. آمين. ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا. آمين. فاعف عنا بعفوك. آمين. وارض عنا برضاك. آمين. وارحمنا برحمتك. آمين. وارزقنا برزقك. آمين. يا حي يا قيوم يا برحمتك نستغيث. اللهم يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك وعلم كل شيء بيديك. فاللهم ارحمنا رحمة يتعجب منها أهل السماوات والأرض وارزقنا رزقا يتعجب منه أهل السماوات والأرض. آمين. واغفر لنا مغفرة يتعجب منها أهل السماوات والأرض يا رب. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. واجعل القرآن الكريم إمامنا. آمين. وحجتنا وهدايتنا. آمين. اللهم يا ربنا علمنا منه ما ينفعنا. آمين. وانفعنا بما علمتنا وانصرنا بالحق وانصر الحق بنا. آمين. اللهم في هذا المجلس الكريم رد. آمين. علينا القدس ردا جميلا. آمين. اللهم رد علينا القدس ردا جميلا. آمين. اللهم رد علينا القدس ردا جميلا. آمين. من غير حول منا ولا قوة. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك وما النصر إلا من عندك فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. يا رب هذا دعاؤنا إليك فأكرمنا ببركة الحبيب المصطفى والشفيع المجتبى أن تستجيب لنا كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل عام وأنتم بخير.